السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالجميع، معكم سعيد المنصوري. اشتغلت في هذه السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، سيارة خليجي 2015، صاحبها شوي ما شاء الله عليه حب يعدل يغير من 2015 ما شاء الله، أضايف عليها إضافات بسيطة الستار، وأضفت له ميزة الأوبن بايلت، وأضفت له ميزة لينكيب أسيست. طبعا السيارات الخليجية ما فيها نظام اللينكيب أسيست اللي هو الرجوع إلى المسار، وهذا النظام طبعا الشركة الأم اللي مصممتنا وضيفتنا في السيارات، لكن في الشرق الأوسط مقفل علينا. الحمد لله أنا أول شخص فعلته، وصراحة ملاك جينيسيس في الشرق الأوسط انبسطوا على النظام هذا. ما عليه، هذا ما هو موضوعنا. وأضفت له ميزة اللي هو ضغط الإطارات، وتلاحظون ضغط الإطارات أساسا ما هو موجود في السيارات الخليجية. حلو، هذا يبغى له شغل. بعد أضفت له ميزة في نظام الأوبن بايلت، الموديلات هذه ما يدعم التحكم تحت سرعة 60، فيستاهل صاحب السيارة أضفت له التحكم تحت سرعة 60، يعني في الزحمة ترافيك جيم أسيست كل حاجة تشتغل. وأضفت له ميزة اللي هو أبل كاربلي في السيارة، وعند صاحب السيارة مشتري هذه القطعة اللي هي بلاي بوكس عشان تعكس لك أبل كاربلي واندرويد أوتو جوجل ماب يوتيوب كل حاجة. أضفت له ميزة الرادار التكييفي في السيارة، رادار تكييفي بالمصنع إلى حدود معينة، مرات فيه لاق ما يلقط من بعيد، فإذا نظام الأوبن بايلت يتحكم بالرادار تكون تحكم الرادار عن طريق الرؤية زائد الرادار نفسه أيهما أسبق يعني، وعن طريق الخرائط. في الحين صار تحديث عن طريق أبليكيشن برنامج ويز، فيستاهل صاحب السيارة. إن شاء الله أروح الحين أجرب السيارة أشوف ضغط الإطارات يشتغل تمام أم لا، والحمد لله ما في أي أخطاء. السيارة الحين تحكم كامل الستيرينج عن طريق الأوبن بايلت، تحكم كامل بالرادار اللي هو الريس والبريك، فيستاهل صاحب السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاليا النظام شغال تحت سرعة 60، ها ضغط الإطارات شغالة أمورة طيبة. عندكم اللي هو سرعة السيارة، هذا شيء مهم صراحة، لأن النظام أساسا تحت سرعة 60 خلاص كيف يفصل السيارة تطلع. فما شاء الله يستاهل صاحب السيارة. وهذا نظام الأبل كاربلاي واندرويد أوتو تفعل في السيارة، فعلت عنده ميزة اللي هو الكاربوكس هذا. يستاهل، مبروك إن شاء الله على الجميع.